اليوم الله يسعدكم راح نتكلم عن موضوع كلنا والله نحبه، وهو ما لا تعرف عن الجنة. أنا وأنت ننبسط لما نسمع طائر الجنة وحنا نمشي على الأرض، هذا هو النعيم بس بالسمع. كيف لو تدخل في الجنة بس تسمع طائر الجنة تنبسط وتستانس وأنت أصلا تمشي باقي في الأرض؟ كيف لو تدخل في هذا النعيم؟ كيف لو الله حبك؟ كيف لو تكون ولي من أولياء الله؟ ترى في الجنة عند الحور والدور والقصور والخمور سعادة أبدية من عند رب البريات جل جلاله. أقل واحد في الجنة إيش يملك؟ يقول له ربي جل جلاله أدخل الجنة، فيقول يا ربي كيف أدخل الجنة والناس قد أخذوا أخذهم ونزلوا منازلهم؟ بالمقصد هذا يعني يا رب كيف أدخل الجنة والناس قد أخذوا أخذهم ونزلوا منازلهم، يعني ما عاد في مكان لعند الحور ولا الدور ولا القصور ولا الخمور، الناس خذوا كل شيء. فيقول له ربي جل جلاله أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك ربي ضحكا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فيقول لك مثله ومثله ومثله ومثله. فيقول ربي لك مثله ومثله. فلما وصل في الخامسة قال يا ربي رضيت، قال لك مثله وعشر أمثاله، يعني أقل واحد في الجنة مثل ملك من ملوك الدنيا بعشر مرات. أقل واحد في الجنة، أقل منزلة، مثل ملك من ملوك الدنيا بعشر مرات. طيب كيف أعلى منزلة؟ إيش يملك؟ فيقول ربي تلك التي غرست كرامتهم بيدي، فلم تسمع أذن ولم ترى عين ولم يخطر على قلب بشر. الله أكبر. الرجال في الجنة بمئة رجل في المأكل والمشرب والجماع، هؤلاء هم الرجال. طيب النساء، من الأجمل في الجنة، نساء الدنيا أم الحور العين؟ إذا كان جمال الحور العين وهم لم يصمن النهار ولم يقمن الأسحار ولم يطعن الأزواج، كيف بربك من أطاعت ربها وصامت نهارها وقامت ليلها وأرضت زوجها؟ والله لتكون هي الجميلة. والله جل جلاله يقول والله يدعو إلى دار السلام، وكذلك ربي جل جلاله يقول ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، نسأل الله من فضله. إذا أردت المزيد تزود من الطاعات كي يأتي المزيد. أسأل الله أن يسعدكم ويجعلنا وإياكم ممن يقال عنهم ادخلوا الجنة بسلام.